واهلا بالساده المشاهدين، والله يبارك فيك. واحب بس في الاول كده يعني استغل منبرك الاعلامي، وبرضه بمناسبه التقرير الحقيقي اللي عرضته ان هو في مسابقه البرمجيات، ان كليه حاسبات ومعلومات يمكن خدت الاول عربيا وافريقيا على مستوى الجامعات. فمن منبرك الاعلامي يعني بس بتقدم يوم بكل التهاني. والله يا فندم ألف مليون مبروك. واضح إن الجامعة على مستوى القيادة أو حتى على مستوى الطلاب ما شاء الله في حالة تقدم وازدهار. أبدأ مع حضرتك طبعا في البداية، وحابين نشرح للمتابعين والسادة المشاهدين يعني إيه تصنيف كيو إس العالمي ومدى أهميته على المستوى العلمي. يعني التصنيفات العالمية بشكل عام وخباك بيكون لها دور مهم في إن الجامعات تكون موجودة خباك على الخريطة العالمية، بحيث إن هو ده بيبقى فرصة وخباك إن أنت بتعرض الإيمج بتاع الجامعة، بتعرض البروفايل بتاع الجامعة، بتسهل وخباك عملية الاتفاقيات الدولية أو التعاون الدولي في مجال البحث العلمي أو مختلف المجالات. في نفس الوقت بتبقى نقطة مهمة جدا للطلبه الوافدين، على اساس ان هو بيبقى عايز يشوف البروفايل وخبرات بتاع الجامعه. فدي بتبقى من النقاط المهمه اللي بتسهل وخبرات حاجات كتير بعد كده. نعم، طب لو اتكلمنا على يعني ربما المؤشرات اللي بيعتمد عليها تصنيف في كيو اس في تقييم وترتيب الجامعات، ايه هي المفردات او الاسس اللي على يعني نعم، على خلفيتها بيتم بناء هذا التقييم؟ هما بيكونوا 4 حاجات أساسية. وخباك أول حاجة السمعة الأكاديمية للتخصص، في اللي هو بيعمل بيرتب فيها الرانكينج. الحاجة التانية برضو، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا، سمعة الخريجين لدى جهات التوظيف، وهم بيبقى عندهم أدوات معينة بحيث إن هو بيقدر ياخد الفيدباك عن جهات التوظيف، عن خريجي وخباك الجامعات اللي هو بيعمل لها رانكينج. وفي نفس الوقت برضو دي حاجة من الحاجات الأساسية، اللي هو حجم الاستشهادات وخباك في الابحاث العلميه. وعشان كده يمكن وزاره التعليم العالي وخباك ومعظم كل الجامعات وخباك المصريه بتشجع وخباك البحث العلمي وخباك والنشر الدولي في المجلات اللي هي ليها سمعه عالميه زي الكي 1 او كي 2، ان هي دي بيكون ليها دور اساسي وخباك في ترتيب وخباك الجامعات بشكل عام نعم في معظم وخباك التصنيفات وخباك اللي بتحصل. نعم برضو النتوركينج او شبكات الفرق البحثيه دي برضو بيكون ده دور اساسي. يعني هم 4 حاجات اساسيه، وعشان كده دايما الفرق البحثيه هي عشان بشكل تتكون بشكل جلوبال او بشكل دولي، برضو دي بتبقى مبنيه على سمعه الجامعه، فهي بتبقى حاجه حلقه كده واخراج حاجه بتسلم حاجه. وانس ان الجامعه بتبقى معروفه موجوده على الخريطه العالميه، بتسهل واخراج التواصل في مجال العلاقات الدوليه، بحيث ان هو ممكن تعمل شبكات أبحاث تعاون وخباك بشكل عام. فده برضو بينعكس بعد كده برضو على التصنيف الدولي، ان هو بيتحسن وخباك من وقت للتاني.